رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. أهلا وسهلا فيكم بهالنهار. بصرني رحب عبر تطبيق زوم بهبة أبو الطيف اختصاصية التغذية لنحكي عن الأكل العاطفي وما أكثره بهالأيام، وعن ستريس للأسف وما أكثره بهالأيام. بصرني رحب فيك عبر تطبيق زوم يا هبة، صباح الخير. صباح النور. صح، أكيد الحمد لله كتر خير الله. هبة، يعني نقطتين مشي بفتكر 90% او 99% من اللبنانيين عايشينه للاسف، ستريس الدائم لانه كل يوم نوع على الخبريه، كل يوم عندنا شيء جديد وكل يوم في خبطه جديده، وقصه الاكل العاطفي لانه بالاوقات يلي انت محبوسه فيها ضمن ذاتك قبل ما تكوني محبوسه فيها ضمن وطنك، وهالستريس كله بشو بده يترجم؟ بالاكل. وهيدا الاكل شو بينتج عنه رح نعرف من حضرتك، ولكن بالبدايه اعطينا تفسير شو يعني ستريس وشو يعني الاكل العاطفي. صح، هلا انا حبيت اربطهم لانه كثير هلا بهالفتره عم بيكونوا مرتبطين ببعضهم. الاكل العاطفي هو كل شيء اكل بنرد على جسمنا نحن تجاه اي مشاعر عم بتصير معنا، تعصيب، فرح، ممكن زعل كثير، وكل طريقه تنهرب من هيدي المشاعر او نعبر عن هيدي المشاعر بنتجه للاكل. سو هون بصير الاكل عاطفي، بنقول عم نرد على مشاعرنا ونعبر عن مشاعرنا بطريقه الاكل، والاكل بيكون طريقه لتريحنا او تهدئ من هيدي المشاعر او من هيدا الضغط اللي عم بصير. نفس الشيء الستريس، الضغط اللي عم بصير علينا من كثرة الاشياء اللي بنسمعها بنشوفها من المشاكل الحياه اليوميه، كمان ممكن يؤدي للاكل العاطفي من وراء الضغوطات اللي عم بتصير. فكمان بيهرب الشخص تلقائيا ليروح يفش خلقه او يريح حاله من الضغط بطريقه الاكل. سو هون بنصير نحن نقول الاكل تعبولنا عاطفي، يعني انا اذا حاسه حالي زعلانه ركضت على البراد وفتحت واكلت وما كنت ابدا جوعانه، كنت مغديه من شوي، هون انا بكون اكلي عاطفي، يعني اكل طبيعي منه اكل عن جوع. ما في اسالك اذا فينا نتحكم بالاكل العاطفي، لانه يبدو انه لا ما فينا، لانه مثل ما قلتي بس يكون ستريسي بصير ناكل لنعوض عن شيء ما بنعرف شو هو هالشيء، هل هو ستريس، هل هو بيحسسني بامان اذا اكلت، هل هو بس المشكله انه بس الواحد يبلش بهيدي النقطه هبة، نقطه اللا رجوع يعني بتصيري تعمليها دائما دائما دائما، وبتصير قصه ترند عادي انت ماشي عليها، وما بعرف هون قد ايه بتحسي حالك جلتي او لا. هلا حضرتك بدك تفسري لنا. سحر، هون بيصير الموضوع له خاصه اكثر بانه العلاج اذا بدك مش بس دايتيشن، علاجه بده يكون شيء نفسي اكثر. يعني هون نحن اذا كنت عم تقولي ما بعرف اذا فينا نسيطر، فينا نسيطر بس مش على الاكل العاطفي، على السبب اللي عم بخليني اتجه لروح للاكل. يعني انا بدي راقب حالي، انا السبب اللي عم بخليني شو امتين عم بروح للاكل، بس كون زعلانه، بس كون معصبه، اي مشاعر بالضبط، وتعالج هيدي المشاعر بيتعالج هيدا الموضوع. يعني انا ما فيني ادي بس كون عم بصير عندي اكل عاطفي قرر اعمل دايت، يعني هيك من ورا شيء وبلش عالج حالي بطريقه انه دايت وبلا ما ركز او فوكس شو هن المشاعر وكيف بدي اعالجهم للمشاعر. وبتصير ترند مثل ما عم تقولي انه تعود جسم هذه الطريقه الوحيده اللي بتريحني. كيف انت بس تكوني يمكن معصبه، يمكن دقي لحدا تشكيله همك، معود تشكيله همك، نفس الشيء الشخص بصير يروح للاكل، بفش خلقه بالاكل، بيريح حاله بطريقه الاكل لانه هاي الطريقه اللي بتفتح اعصابه فيها. هبة، هون بتنقسم وجهة النظر بين انه يلي بياكل بهيدي الطريقة لانه عم بيسد حاجة عاطفية وبحس حاله جيلتي، وبين يلي بياكل ليحس حاجة ليسد حاجة عاطفية وبحس حاله منه جيلتي، يعني منه مذنب، بحس حاله انه اوكي انا عم برتاح، انا يمكن مجمع النوتيلا هلا سمينا عم نعمل له دعاية باكله بخمس ثواني بس ما عليه عم بحس بفرح. يعني فسري لي هيدا الموضوع، ليه ناس بحسوا حالهم عن جد مذنبين وناس ما بحسوا ابدا باي نوع من الذنب؟ شوفي، هون مين بيصير يحس حاله مذنب؟ اللي عنده مشاكل بالوزن مثلا. انا اذا عندي زياده وزن، مشاكل صحيه عم بتصير، بحس حالي مذنب لانه عارفه حالي عم باكل وعم بسيء لنفسي بهذا الموضوع. بس في اشخاص يمكن معدل الحرق عندهم عالي، ما عندهم زياده وزن، بفشوا خلقهم للاكل العاطفي بس يمكن جسمهم ما ببين عليه، هون شوي ما بحسوا حالهم قلتي لانه ما عم بيشوفوا نتائج هذا الاكل العاطفي، نتائج سيئه. طب والاكل العاطفي عليهم
ما عم بيكون عندهم مثلا ضغط عم بيرتفع من بعد ما اكلوا اكل معين، او سكري عم بيعلى، او وزن عم بيزيد نتيجه الاكل العاطفي، فهون شوي بخف شعور الذنب. بس الاشخاص اللي بحسوا بشعور الذنب من بعد الاكل العاطفي هن الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالوزن، هن اللي اصلا هن اكثر شيء معرضين ليكون عندهم اكل عاطفي، والاشخاص اللي عندهم امراض، يعني الاشخاص اللي قايلين انه ممنوع تاكل سكر مثلا، سكري مش منيح لك، مش فن سكري، بس لما يعصب بيروح بياكل شوكولا، وهون حياكل شوكولا وحيفوت دوامة الجلتنس انه انا اكل شوكولا، هلا بعد شوي على السكر عندي، بس على السكر عندي، يا الله يا ريتني ما اكلت، برجع بعصب برجع بروح باكل، فبصير دوامة عند الشخص ما بيقدر يتخلص منه. في كتار ما بيقدروا لاسباب ماديه للاسف، ما فيهم يروحوا لا لعند لايف كوتش ولا عند بسيكولوج ولا عند بسيكياتر، لانه بتعرفي بيكون وضعهم المادي على القد. هون الناس شو بتنصحيهم؟ يعني يلي بيعاني من قصه الاكل العاطفي ومش بايده يروح يتابع مع لايف كوتش او مع بسيكولوج او او او، في هو يقدر ولو شوي، ما عم بقول 100% والله يطلع من حالته ويصير انسان تاني، بس في شوي يقدر اذا بدك يتحايل على حاله هبه ليطلع شوي شوي من هالحاله او يخففها؟ مزبوط، في يقدر، بيقدر الشخص يبلش. اول فكره، مجرد ما انه صار عنده وعي انه هو عنده عم بيصير عنده هيدي الحاله، هيدي اول خطوه بالتريتمنت، نحن على طول اويرنس هي اول خطوه بكل علاج. فانا مجرد ما انا عندي وعي انه انا عم بيصير عندي شيء منه طبيعي، عم فش خلق بالاكل، هيدي حاله وعي انه انا هون في شيء غلط لازم اتصرف. انا بلاقي حالي انه انا عم بروح فش خلق بالاكل بعد اي نوع من المشاعر، فرح، حزن، غضب، وري، قلق، لانه عم نكون ضلنا موترين بس نحضر تي في وبنفش خلقنا بالاكل، هون بدي صنف اول شيء المشاعر اللي عم بتصير. انا امتين عم باكل، بس احضر تي في عم بتوتر روح اكل، بس عصب كثير عم بتوتر روح اكل، لا عم براقب اول شيء شخص انا شو هي المشاعر عم بتصير، بس عرف عن المشاعر اللي عم بتصير واعرف حالي انه انا بعد هيدي الحاله انا عم فش خلقي اكثر شيء بالاكل، بعد هيدي الكيس او انا بس كنت معصب من هيدا الشخص او وات ايفر، يعني عم فش خلقي بالاكل، بعرف حالي انه انا هون اول شيء صار عندي وعي بعقلي انه انا ممكن اتوجه للاكل، فهون بصير الشخص يفتش على بدائل. البدائل عن الاكل هي اشياء ممكن تريحه، يعني انا اذا كان طقس منيح برا وحسيت حالي معصب بدي اروح على البراد، خليني اجرب اطلع اتمشى شوي، يعني اتمشى لمده على القليل 10 دقائق، لانه هي رغبه الاكل هي هيك يعني 5 لـ 8 دقائق، اذا سيطرنا عليها بهيدا الفتره يعني خلينا انه عن الاكل ممكن نتجنبها، فبنطلع نتمشى برا، إذا عندنا حدا ممكن ندق له نحكي له على التليفون، ندق على التليفون نحكي مع حدا شي 10 minutes، إذا بنقدر نجرب نعمل أي تأمل أو مديتيشن أو أي اكسرسايز، يعني أكثر شي بينفع بهيدا الموضوع، كمان خلينا نتجه لهيدا الموضوع، في سمبلي الشخص يحط شوية ميوزك يرقص ينط، يعني منه ما ضروري يروح على الجيم يعني تعمل رياضة، يحط ميوزك يسمع رايقة، يلتهي بشي، يحضر شي، يلون، يعني في اشياء كثير اكتيفيتيز ممكن الشخص يفش خلقه فيها بيلتهي عن الاكل. هلا ممكن اول فترة انه بيلتهي بس بيرجع ياكل، يعني يروح يمشي له 10 دقائق برا بس بيضل يرجع ياكل، بس ستيب باي ستيب مرة بعد مرة بتصير خف الرغبة، بتصير لأنه صار في بديل عم بيصير للجسم عنا، عقلنا عم بيكون في عنده بديل، مرة بعد مرة بتخف وبصير بلش يتخلى عنا تدريجيا. هبة، في كتار من الناس بيلجأوا لشرب المي، يعني بس يحسوا حالهم جيعانين بيشربوا مي على أساس أنه أوقات شرب المي بحسسهم شبعانين، إلى أي حد مزبوطة هيدا الخبرية؟ وهل فينا كمان نستعملها كسلاح؟ هلا مزبوطة باللحظات اللي مش بكون كثير ايموشنال فيها، يعني انا اذا كنت جوعانه بس لاني معصبه ولا شيء او انه عندي كريفينج بسيطه وطلع بالاكل شربت مي ممكن يمشي حالها، بس لما بنكون عم نحكي بحاله الاكل العاطفي يعني في مشاعر كثير قويه، في يمكن ديبرشن كثير قوي، في ستريس كثير قوي، يعني ولا المي ولا شيء ثاني ممكن يهديه اوقات للشخص، سو بهذه الحاله ما بتمشي، بس انه بحالات خفيفه اذا انا مثلا تغديت هلا وطالع على بالي حلو هيك لاني زعلانه ولا شيء، ممكن اذا شربت مي وارتحت شوي بتخف الكريفنج تبعولي، لانه ممكن يكون اصلا جسمي عطشان. هبه، حلو او ذكيه الفكره انه نقيم كل شيء طيب من البيت، يعني نقيم كل شيء طيب من البيت
ساعتها بنحط قدامنا الاشياء اللي احنا ما بنحبها كثير. وشو رايك بالموضوع؟ ما هلا كل شيء طيب وجودهم بالبيت اكيد بيأدي انك تكليهم، يعني اذا قمتيهم اكيد هذا الشيء بخفف كثير، بس انه في اشخاص اوقات بتكون الكريفنج تبعهم قويه، انه انا حتى لو ما في عندي اشياء بالبيت بدي انزل اشتريها يعني، او بدي اعمل اطلب دليفري. سو بس انه كفكره انه انا ما في عندي هيدي الخزانه المليانه شوكولا قدامي، طبيعي مش رح اكل شوكولا اول اوبشن يعني، لانه اذا كانت موجوده اكيد اكيد رح اكل يعني، واكيد انه ما حقدر اسيطر على حالي. اذا انا عارفه انه عندي بالبراد كل انواع الاشياء اللي بحبها، طبيعي بس مش خلق بدي اروح افتح البراد يعني. سو اول ستيب انه نقيمهم كثير فكره منيحه، بتخفف، بس في اشخاص ممكن انه ما يقدر يسيطر على حاله، انه لا بيرجعوا بيطلبوا الاكل، بس انه في اشخاص لا بيتفادوا وبتزبط معهم انه ما لي خلق انزل اشتري هلا، فبفكروا ببديل يعني. فايه بنقيم اول المأكولات التابعه بالبيت وهيك النقرشات اذا بدك اول ستيب، واهم شيء كمان انه ما نحطهم نحن وسهرانين قدام التي في عم نحضر اخبار او وات ايفر، عم نحضر شيء يوترنا، كل حاطين اكل قدامنا، لانه هون الماكسيموم تبع الاكل العاطفي بصير تاكلي بلا وعي مش طبيعي، وما بننتبه شو اكلنا، شو كان على الطاوله، وكيف دغري بيخلصوا بدقيقه يعني، بس نكون عم ناكل ومعصبين. سو قد ما فينا ساعتها نحن وسهرانين نحط اشياء هيك صحيه، حتى لو مش حينبسطوا من العالم، بس انه اذا حطينا جزر شقفناه، اذا حطينا هيك مكسرات نيه مع شويه فواكه مجففه بلا سكر، بس انه بكميات صغيره مشان نكون حاطين صحن كثير كبير ونطلع منه يعني، اشياء صحيه قدامنا، بشار الاشياء الصحيه اتس جود، غير انه نحط شوكولا وتشيبس واشياء مانها صحيه. اكيد هبة، نهايه الستريس بتعني نهايه الاكل العاطفي؟ لكن ما عم بقول لك اوقات مش بس الستريس يعني، اوقات الفرح ممكن يخلي الشخص يروح ينفش خلقه بالاكل يعني، انا مبسوطه باكل يعني، انا بتلاقيها موجوده مثلا مبسوطين بعد يلا خلينا نروح ناكل نتعشى، شو بدنا نتعشى هلا، لانه القعده حلوه لانه مبسوطين. سو الاكل العاطفي مش بس مرتبط بالحزن او بالستريس وبالزعل، الاكل العاطفي مرتبط بكل انواع المشاعر ممكن الانسان يلتجئ لها يفش خلقه او يتخلص من هالمشاعر او يريح حاله تعبر عن حاله، اذا بدك بيروح بيتجه للاكل. سو مش بس ان عالجنا الستريس اكيد بخف كثير اذا كان سبب الستريس، بس تنعالج الاكل العاطفي ما نعالج نحن الاسباب اللي عم تؤدي لنا الاكل العاطفي، وكيف تصرفاتنا مع هاي الاسباب، نحن كيف بدنا نتصرف مع الفرح مع الحزن مع الغضب مع شو ما كان المشاعر. تعتبر هيدي الحاله من اصعب الحالات يلي بتتابعيها هبه بالكلينيك تبعك ولا لا؟ مش من الاصعب بس انه حاله صعبه. لك هي اكثر شيء تشالنجينج اذا بدك، انا كثير بحب من هذه الحالات لانه هن اصلا هن كل الحالات اللي بتجي لعنا التغذيه على طول في لها سبب شق نفسي يعني، اكيد كانت الموضوع، وهون اكثر شيء بتترجم اذا بدك، حلوه انه بيكون فيها مش بس شغلي انا، يمكن اوقات نضطر نشتغل مع اخصائيه نفسيه، سو بصير هيك جروب ورك اذا بدك، وبتكون كثير حلوه، واكيد بهذه الحالات بدنا كمان نتجه للعائله وللسبورت تبع الفاميلي، سو بتصير مثل اذا بدك ريسيرش عم ينعمل عن الشخص تنعالجه، وهون بيجي دور الدايتيشن اللي بيكون عنده شوي معلومات اذا بدك، اذا بتكون درسي كوتشنج يعني، انا لانه انا لايف كوتش ودايتيشن اثنيناتهم سوا بيساعدوني اعالج الموضوع اسرع للشخص، هون بيجي دور الدايتيشن يكون عندها معلومات عن المشاكل النفسيه اللي ممكن تؤدي، وانه مش كل شيء بس دايت ورجيم وورقه وقلم ومشينا عليه، لا في اسباب كثير لمشي للشخص نحسن وزنه غير الدايت. نعم، هبة أبو لطيف اختصاصية تغذية، كلمة أخيرة شو بتحبي هيك تعطي نصيحة سريعة لكل الأصدقاء يلي عم بيتابعونا ويلي بيعينوا من الأكل العاطفي؟ بدي مثل ما كنا عم نقول اللي أشخاص مش قادرين يوصلوا أو يستعينوا بأخصائي، بس يقروا إذا بدهم شوي عن الموضوع على الإنترنت، يساعدوا حالهم، يكتبوا، يبلشوا يكتبوا أنا بهيدي اللحظة حسيت هيك وهيك أكلت، هيك بلش وعي حالي شوي شوي، ويبلشوا يجربوا البدائل، يبلشوا يجربوا يمشوا يعملوا رياضة يعملوا تمارين بسيطة يعني تيخففوا. نعم، هبة أبو لطيف اختصاصية تغذية، شكرا كثير لك، تابعنا عبر تطبيق زوم، إلى المزيد من اللقاءات هبة، وأهلا وسهلا فيك دائما، ثاني مرة بدنا نشوفك باستوديو، خلص مطالبة رسمية، ممضية، خلص مضيناها. عزيمة على الهواء. أهلا وسهلا فيك هبة.
أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم رحلة يومنا الجديد، ما تروحوا لبعيد، بعد عنا فقرات ونحن باقيين معكم إذا الله راد لتمام الساعة 11:30 بتوقيت بيروت. خليكم معنا.